التمثال ما عرفتوش وين هاد التمثال. حنا اللي بعدا ما نعقل ما كانش هاد التمثال هنا، سمعتيني؟ ما كانش، وكان واحد الوقت صوبوه، وكانت واحد الجرده من تما دايره، وكانوا تما شي تليفونات، مع الاسف التليفونات كانوا حنا محتاجين بهم ونضروا نطروهم وحيدوهم. وهذا الشيء اللي تبارك الله داروا، راه داروا زعما راه مزيان، زعما الصراحه مزيان. قال التمثال ما عرفتش شنو هو. لا ما الصراحه مزيان، ما عرفتش كذبش عليك، غادي نقول لك شي حاجه، غادي نكذب عليك نقول لك اودي راه سميتو عليه، غير هو حاجه مزيانه، كاع الحاجه اللي هي منظر مزيان، والحاجه اللي كدير الجماليه للمدينه راه مزيان الصراحه مزيان. شي حاجه هكا من المآثر التاريخيه اللي عندنا هكا في كازا، شي حاجه قديمه يلاه قادوها، اما زعما باش تكون عندي لي شي ايد لا ما عرفتش يديروا فيه الماء ولا يديروا فيه شي حاجه نافوره، شي حاجه اخرى. لا انا كتقول لي على المتحف هذا الجميل، تصوف 1983، كان من بعد كان واحد ديكور اخر، كان كيلعب بالماء بحال الحديد، كان بكري، وهو من بعد حيدوا هذاك، داروا هذا الديكور هذا ديال اصله، هو ريا تنفس، وكتنبع بالماء، عندها جوج منابع، واحد الفوق وواحد لتحت. الوغ هذا هو الديكور ديال اللي كان بك اللي حاليا دابا. من بعد كان واحد ديال الماء مثلا كيطلع بحال لي شيمين، كيطلع بالماء ديالو، هذا هو اللي جالو باش يبدلو، هذا هو اللي كان من بعد هذاك الديكور. هذا مهندس مغربي هو اللي صنع هذا، تبارك الله عليه، إذا كان باقي في الحياة نتمناو ليه الخير، مات الله يولي برحمة الله، ألور نتمناو الخير لوليداتو. ألور المتحف مغربي هذا، لأنه كاينين صناع مغربيين على البال، ناس هما اللي صابوها مغربيين، هذا هو اللي كان، ماشي فرنساوي ولا شي واحد، ألور مغربي هو اللي صابها، تبارك الله عليه. بصراحة خويا أنا ديما كندوز هنايا، مرة كندوز، ما عمري فهمت علاش كيشبه، وما عندي حتى فكرة علاش يكون زعما كيشبه، لانه كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو شويه غريب، ماشي شي حاجه اللي عاديه ساهل تفهمها. دونك ممكن تشوفوا شكون، تسولوا على شكون اللي دار هذا العمل هذا، هو يمكن يعطيكم فكره على شنو كيقصد وشنو الرسائل اللي بغى يوصل بهذا التمثال هذا. بطبيعه الحال انا كندوز ديما هنا كنشوف، ما عمري فهمت شي حاجه، ديما كنقول شنو هذا الشيء، شنو كيعني، فهمتي؟ كدوز حدا ما كتلقاش حتى شي زعما لا تفسير لطابلو حداه اللي كيفسر شنو كاين، ولا امتى دار، ولا علاش، ولا شكون اللي دارو. فبحالي بحال الناس اللي كيدوزوا كامله هنا، وبوتيت الناس اللي كيتصوروا معاه ديما ما عارفينش علاش، وممكن تسولوا حتى الناس اللي كيتصوروا معاه علاش كيتصوروا معاه، شنو اللي عجبهم فيه، فوالا وشنو فهموا منه. جاني بحال شي اصنام ما عنده حتى شي معنى، ديما انا كندوز من انا ساكنه هنايا وكابره هنايا، ديما كندوز ما عرفتوش لاش كيليق، ما عرفتش شنو المعنى ديالو ولا الرمز لاش كيرمز صراحه الله. يلا صوبوه، ما كانش هكا، كانت فيه واحد الدائره، يلا حيدوها عليه، خاص المسؤولين يديروا واحد الوثيقه لاش كيرمز و شنو المعنى ديالو، امتى تاسس، وشكون اللي صايبو، لاش كيرمز بالضبط هذيك بهذاك الشكل،